ترتيل القرآن الكريم هذول الدكتور عبد المنصور سيد أحمد عطية بابا حبيب سورة يوسف. ترتيل القرآن الكريم هذول الدكتور جزاء المنصور زين محبتي سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم.